سفيان بركة يقدم عود النخوة الزهرة. شو طرفة طبعا مسكينة؟ كانت واقفة في الكوزينة تطيب في الفطور، ما بيها ما عليها تطاحت مسكينة وغيبت وداوها السبيطار. الله الله مسكينة، ويلا نمشيو عدا فاش تسناو. وحتى شي داوية عندك عاد تلاقى مع ديك المنحوسة ديال الكنبوشية وتقولها ليها وتلصق فيها وتجي معانا وتصدق طارية لينا شي مصيبة. هذيك طريقة كحلة. تلاقيت معاها انا وسلت عليها، ما صورت مني والو. حتى انا شافتنا وكل الطريق. عندك عاد تلاقى مع الداوية وتقولها في الغادي وتلصق فيها، غالي كتب السلامة وصافي. ناري الكربوشية المنحوسة ظهر اسكم كتسلسلوا بحال طوبات وحدة ورا الاخرى. هاد الصباح اشنو خايم وفين غادي بالسلامة؟ انا ريت على الداوية. ضاوية غنشري لك القلية اللي عزيز عليك. يا سيري والله لا قلت لك غادي نزورو فاطمة مسكينة في السبيطار، تقاول بيني و هاهاها راكي تسالي كاميو ديال القلية كويتي. شي مالك تعطلت يا الضاوية؟ ويا الله يا الله شهلتو مربع؟ أكون غا كملتو بلاصة القفلو 100 درهم قيمة البيي ديال الماتش قد قد. غا تحرك دور كيسهل في الله في الطريق. أتسناو أبلاتي كمبوشية؟ الضاوية؟ قلتي عليها هابل عما أخويتي زعما تكون عاقت مية هاك مالت 100 درهم جات. وياك تهز يا صقعرها منحوسة، يا تخسر لك الطوموبيل ولا يشدوك البوليس ولا طراشي مصيبة كحلة. وتحرك انتوما كتآمنوا بالنحسو. أزيدي يا وجه السعد. سيدي سيدي نزلوا نزلوا رجعوا بحالكم، فاني ما خرجات من السويتر. همي امتي وهل 100 درهم.